الجميع يعلم بدور المرأة الفلسطينية ومشاركتها في العملية السياسية والنضالية. إذا عدنا بالمرأة الفلسطينية فهي منذ مؤامرة وعد بلفور ومعاهدة سايكس كوبيكو أدركت المرأة الفلسطينية أن هناك دور مميز لها، وكانت تمول الرجال المقاومة في ذلك الوقت في الجبال وفي الكهوف بالمؤن والعتاد. كمان أيضا عملت المرأة بدور المخابرات بنقل الأخبار لرجال المقاومة، وتأخذ الأوامر والتعليمات منهم إلى الخارج بعيد عن مراكز المقاومة. الحركة النسوية كانت ذات في البداية منذ 48 إلى 67 كأخذت طابع وطني اجتماعي على الصعيد الجماهيري في أوساط النساء الفلسطينيات، وإن كان العمل في ظل الاتحادات والمنظمات والجمعيات الخيرية النسوية مقتصر على عدد محدود من النساء، لكن أدركت المرأة الفلسطينية دورها في هذا العمل منذ 1928 في حين أنشأت الاتحاد النسائي العربي عام 28، وفي عام 65 وبعد انطلاق فتح قامت بتشكيل إطار نسوي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. بالنسبة للمرأة الفلسطينية ودورها السياسي فهي شاركت في جميع المجالات والمستويات، والعالم كله يشهد لها ذلك، ينعكس دورها وتمثيلها السياسي في المشاركة في الأحزاب السياسية، ارتباطها بالعمل الوطني، أحدثت تغييرات على الثقافة الاجتماعية لدى المجتمع الفلسطيني. رغم ذلك ورغم ما قدمته المرأة الفلسطينية نرى أن مشاركتها السياسية متواضعة ومتدنية رغم حجم التضحيات اللي قدمتها. إقصاء النساء عن مراكز القيادة يعتبر هذا عنف، وضع المرأة في درجة ثانية في المراكز القيادية هذا يعتبر عنف، تراجع المشاركة السياسية والتنموية للمرأة داخل المجتمع الفلسطيني نظرا لحالة النظام السياسي الغير مستقر وتداعيات الانقسام والفصل الجيوسياسي بين شطري الوطن، الحصار، النظرة الدونية للمرأة على أساس النوع الاجتماعي، التمييز ومفهوم الدين والظروف الاقتصادية وعوامل الصحة الإنجابية للمرأة، كل هذه أسباب تؤدي إلى تراجع دور المرأة السياسي.